السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس عاصم صعفان، والنهاردة بإذن الله هيكون أول يوم في دورة أو التراك بتاع المشين ليرنينج. طبعا زي ما أنت شايف قدامك، عايزك بس تبقى واخد بالك من حاجة. أول حاجة الجزء اللي فوق هنا خالص دوت هتبقى مكتوب عليه يوم واحد. يعني إيه يوم واحد؟ يعني إن شاء الله التراك دوت هيبقى ماشي بنظام مختلف شوية. أنا عايزك في التراك تبقى مركز، أنت ماشي في اليوم الكام. كل الفيديوهات بتاعت نفس اليوم، يعني مثلا النهاردة الفيديوهات بتاعت يوم واحد هتلاقيها مكتوب عليها من هنا كده يوم واحد، وأنت شغال تبقى عارف ان انت في اليوم الاول، وهكذا كل يوم هتلاقي فيه فيديوهات. انا عايزك تمشي معايا، يعني ايه، تخلي فيه مايند سيت كده عندك او طريقه تفكير ان انت ماشي بطريقه الايام. يعني اليوم دوت انا عايزك تتعلم فيه الجزء الفلاني ده بس، مش عايزك تزود ولا عايزك تقلل. لو الموضوع بالنسبه لك كتير يعني حاول تضغط نفسك ان انت تخلصه. طب لو بالنسبه لك القليل الكميه اللي انا بشرحها في اليوم، يعني عايزك بس تستمر معايا بس تطبق ان شاء الله. احنا مش هنطول، يعني مثلا تراك كامل ان شاء الله هحاول انجزه لك، بس فاهم انت ايه، مش عايزك تزود عنه ولا تقلل عنه، وبالذات حوار انت تزود عنه ليه؟ عشان خاطر انا عايزك تطبق، لان اهم حاجه عندي حوار ان انت تطبق. التطبيق بالنسبه لي هو يعني ايه، ممكن اقول لك الكورس كله عباره عن تطبيق، ان انا عايزك تطبق بايدك، ده عندي اهم من اي حاجه. فكره ان انت مثلا ايه تقول انا عارف المعلومات دي اصلا، ده معلومات سهله بالنسبه لي مش عارف ايه، ما تطبقش وتخش مثلا على الفيديوهات بتاعت اليوم اللي بعده او كده، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ايه، يعني مش حلو خالص في التعلم. هتلاقي ان انت بتكروت وبالتالي مش بتتعلم، انت بتتفرج كده بتعمل سكان بعينك وبتاع وبتخش على اللي بعده من غير ما تعرف اي حاجه جديده او معلومه جديده او كده. فعايزك تركز معايا على حوار اليوم، تمام؟ وبالنسبه للنهارده، طبعا النهارده اليوم الاول، النهارده ان شاء الله مش هتكتب في اي سطر كود خالص. النهارده هيبقى عباره عن الفيديو اللي احنا هنتكلم عنه الوقت دوت، اللي هيتكلم فيه عن محتويات الدوره. هنتكلم كده بشويه بالتفصيل، نجد انت ديتيلز شويه كده ونشوف الموضوع الدوره تبقى ماشيه ازاي. وكمان معانا باذن الله في النهارده برضه هنتكلم عن حوار الجروب بتاع الفيس، ان ان شاء الله هنشترك عليه عشان خاطر نبقى كلنا كده مع بعض في مكان واحد، اي حد عنده استفسار. وموضوع الاستفسار ده برضه ده بيبقى كويس ليه؟ عشان خاطر انت مثلا وانت بتستفسر هتقول انا يا جماعه انا في اليوم رقم كذا، تمام؟ لما نيجي نتكلم على جروب الفيس يعني هقول لك ازاي برضه تسال بالشكل الاحسن، عشان خاطر موضوع الايام ده تريحنا. يعني لو انت مثلا في اليوم رقم 10 مثلا، وفي ناس تانية في الجروب ان شاء الله قدام يعني معانا في الجروب رقم 20 ولا كده، في اليوم رقم 20 او غيره، فهو الى حد ما لو هو ماشي برضه بمرض الله، وكمان هيبقى عنده معلومات كتيرة جدا عن الحاجات اللي واقفة معاك، فيقدر يساعدك، وبالتالي نقدر نساعد بعض كلنا، ويبقى كله ايه عارف الترتيب اللي احنا ماشيين بيه، مش كل واحد جاي من حتة فبالتالي ايه مش عارفين نساعد بعض او كده، لا يبقى في ترتيب احنا ماشيين عليه. ده بالنسبة لحوار الايام، عايزك تركز معايا على حوار الايام. وان شاء الله النهارده برضه هنتكلم على حوار الفيديو بتاع الجروب بتاع الفيسبوك، عشان خاطر كله يتجمع مع بعضه في الجروب واحد باذن الله. حتى لو هنبدا في الاول صغيرين باذن الله الجروب دوت متفائل يعني ان شاء الله يبقى في يوم من الايام يعني يعتبر اكبر جروب ان شاء الله لحوار المشين ليرنينج باذن الله. تالت فيديو معانا النهارده برضه هنتكلم فيه عن حوار الانستوليشن، هنسطب كده حاجه كده بسيطه يعني انستوليشن بسيط، ومش هنكتب مش هنحتاج ان احنا نكتب اي سطر من كود خالص غير برنت ستيتمنت كده ولا حاجه، عشان خاطر نتاكد ان السوليوشن بتاعنا مظبوط وشغال وتمام وكل حاجه. بس يعني دوت الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله. طبعا وممكن معانا النهارده برضه يبقى معانا فيديو كده بسيط خالص عن الماشين ليرنينج، يعني اللي هو بس حاجه نظريه يعني مش اكتر، مش هيبقى حاجه يعني مش هنخش قوي في حاجات تكنيكال وكده، لا هو هيبقى حاجه نظريه بس كده، الموضوع يبقى باين واضح معاك بس كده من البدايه. طب تعالى بقى نخش على محتويات الدوره عشان خاطر يبقى الكلام واضح معانا، نشوف ايه المحتويات الدوره باذن الله تبقى ماشيه ازاي. لو قلنا طبعا ان النهارده هيبقى اول يوم، زي ما قلت لك احنا هنشتغل على نظام الايام، فايه اول حاجه احنا المفروض ان احنا نبدا نتكلم عنها في الدوره ان شاء الله، يعني هي ايه الماشين ليرنينج اصلا، تعريف ايه هو الماشين ليرنينج واكزامبلز عليه، المشاريع مثلا ممكن تكون اتعملت بيه زي ايه والكلام ده كله، تمام؟ وطبعا برضو هنخش فيه على شويه نظر اقصد يعني بشكل عام، اللي هو التايبس بتاعت المشين ليرنينج الكلام ده كله. ده طبعا ده هيتشرح في فيديوهات مختلفه مش فيديو واحد بس، اللي هو ايه نبقى عارفين التراك بتاعنا ماشي ازاي. طبعا ده كله مش هيبقى فيه اي سطر كود خالص، هو هيبقى عباره بس عن ان احنا بنتكلم بنظره عامه كده عن المجال، المشاريع اللي ممكن تكون تتعامل بيه، الحاجات الاساسيه يعني خالص. بعد ما نبقى خدنا فكره نظريه كده عن المجال، هنبدا نخش في تعلم لغه برمجه. اول لغه برمجه نتعلمها او لغه البرمجه اللي هنتعلمها يعني هو حوار البايثون ان شاء الله يعني، تمام؟ هنبدا بقى نتكلم على لغه برمجه بايثون. لغه برمجه بايثون هنشرحها باذن الله، يعني الكورس هيبقى فيه اساسيات لغه برمجه بايثون، اللي هي الحاجات كل حاجه في الاساسيات البيزكس بتاعته. احنا طبعا بادئين التراك، يعني التراك ده هيبقى عباره عن تراك مش كورس، يعني تراك يعني ايه، يعني مسار فيه جواه كذا دوره. يعني مثلا بايثون احنا ان شاء الله هنتكلم عنها في كل حاجه،
اللي هو زي ايه؟ هنبدأ مثلا في البايثون، هنتكلم فيها خالص عن الأساسيات من الأول خالص، كل الأساسيات اللي هي زي ايه؟ اللي هي زي المتغيرات الـ variables، زي الـ conditions، زي الـ control flow، زي اللوبس والكلام ده كله. طبعا الفانكشن برضه هنتكلم عنها، كل الحاجات دي هنتكلم عنها ديت حوار الاساسيات. وزي ما قلت لك انا مش عايزك تكون عارف اي حاجه، مفيش مش عنديش اي مشاكل ان انت تكون مش عارف اي حاجه، اهم حاجه عندي ان انت تكون ايه، ان انت تكون مركز معايا واحده واحده باذن الله، لان انا هشرح لك من الزيرو، مش يعني ايه، مش مطالب انت تكون عارف حاجه، لان انا هشرح لك كل حاجه من الزيرو، فمش مفيش اي مشاكل، اهم حاجه تركز في اللي هشرح لك بس ان شاء الله. يعني دي كده اول حاجه الاساسيات بتاعت البايثون. طب بعد كده في البايثون هنبدا نتكلم عن ايه؟ هنبدا نتكلم عن شويه عن البايثون بالنسبه بقى ايه للداتا ساينس، او بالنسبه للماشين ليرنينج بشكل عام. يعني ايه اهم المكتبات اللي احنا ممكن نحتاجها في البايثون بالنسبه للماشين ليرنينج او للداتا ساينس كبدايه؟ ممكن اقول لك ايه هم الداتا ساينس اصلا، والماشين ليرنينج والديب ليرنينج والحاجات دي كلها كده، هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله ايه الفرق ما بينهم وكل حاجه من الكلام ده، عشان خاطر ايه، احنا طبعا يعني الكورس هيبقى متمحور حوالين المواضيع دي كلها، والداتا اناليسيس، كل الحاجات دي كلها انت هتشوفها واحنا ماشيين في الطريق ان شاء الله، يبقى تراك كامل. ف ايه اللي احنا نحتاجه بقى بالنسبه للبايثون، المكتبات الاساسيه للحاجات ديت، هيبقى عندنا ايه، مكتبات زي نون باي مثلا، مكتبه اسمها نون باي، مكتبه اسمها مثلا بانداز، دي كلها لايبرز موجوده في البايثون، دي من اهم المكتبات اللي انت هتشتغل عليها لما تيجي تتعامل مع الماشين ليرنينج، او يعني ايه اجزاء يعني لحد ما يعني اساسيه، مش لازم نقول ماشين ليرنينج بس، هي حاجات اساسيه في البايثون يعني. بعد كده هنخش على حوار الرسومات، لما نيجي مثلا نتعامل مع الرسومات او الفيجواليزيشن بالنسبه للبايثون هنحتاج مكتبات. هتلاقي عندنا في البايثون بالنسبه للفيجواليزيشن مكتبه اسمها مات بلوت ليب، تقريبا تمام، وعندنا مثلا سيبورد وهكذا، دي كلها لايبرز ان شاء الله هنتكلم عنها واحنا في دوره البايثون، كل حاجه باذن الله تشرح من البدايه وبالتفصيل، مش هتبقى محتاج ان انت تكون عارف عنها اي حاجه، وان شاء الله تتعلمها كويس جدا جدا جدا. دي كده الحاجات الاساسيه بالنسبه لدوره بايثون ان شاء الله، يعني دي كده هناخدهم مع بعض في اول كورس اللي هي ايه البايثون. طبعا قبل ما نتعلم اصلا كل الاجزاء بتاعت بايثون دوت، اللي هو من اول فيديو جاي على طول هتلاقينا بننزل حاجه اسمها ايه الاناكوندا، اصلا ده اللي هنشتغل عنها، اللي هنكتب عليها كل الاكواد بتاعتنا والكلام ده كله. طول ما احنا شغالين ببايثون هتلاقينا بنتعامل مع حاجه اسمها اناكوندا، الانستليشن بتاعها ان شاء الله هتلاقيه موجود الفيديو جاي في نفس برضه اليوم اللي هو اليوم الاول على طول موجود، تخش تحمل برنامج اسمه اناكوندا، هتلاقي الانستولوشن بتاعه سهل جدا جدا يعني، وعامل لك فيديو خلاص، فيديو كامل عنه كده. انا بقيت متعلم ايه في الدوره؟ بقيت متعلم عارف حاجات معلومات عامه خالص عن المشين ليرنينج، وعرفت لغه برمجه اللي هي لغه برمجه بايثون كل حاجه فيها من الصفر لحد ما بقيت في مستوى يهن ان انا اكتب كود محترم من غير اي مشاكل. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدا اخش لك بقى في الادفانسد بقى والحاجات دي كلها؟ لا، احنا محتاجين ايه؟ نخش في الموضوع، بس مش نخش في الموضوع جامد يعني، نخش في الموضوع واحده واحده كده. فهنخش في مشروع بروجكت كده بسيط تمام، من البدايه للنهايه، مش لازم ان انت تكون عارف كل حاجه في المشروع ده، مش عايزك تكون عارف، وممكن اكتب لك كود كمان ما تبقاش فاهمه، مفيش اي مشاكل، بس انا عايزك تبقى فاهم المشروع هيبقى عامل ازاي لحد ما، يعني بدل ما انا اسيبك لحد ما تتعلم كل التولز وبعد كده هبدا اشرح لك المشروع بيمشي ازاي، لا، لازم يبقى في مخيلتك المشروع ماشي ازاي. فانا هعمل لك ايه بعد ما نخلص الماشين ليرنينج والبايثون؟ هيبقى معايا مشروع من البدايه للنهايه. جميل جدا، يبقى احنا الوقت عرفنا الماشين ليرنينج، عرفنا البايثون، عرفنا مشروع كده بسيط خالص من البدايه للنهايه، ده كده احنا حتى الان بكلمك في حاجات بسيطه خالص، ما دخلناش لسه في اي كونسبت في الماشين ليرنينج بتعمق ولا اي حاجه. بعد بقى ما ناخد المشروع دوت، المفروض ان انا عايزك نبدا بقى مع بعض نخش في الايه الكونسبتس بتاعت الماشين ليرنينج، وكل يعني ايه يعني كل نوع من الماشين ليرنينج والتولز والحاجات اللي احنا نبدا نشتغل عليها، والانواع المختلفه بتاعت الالجوريزمز ذات نفسها ماشيه ازاي والكلام ده كله. فعشان خاطر ادخلك في الحاجات دي واشرح لك رياضه او كده، المفروض انت تكون فاهم رياضه، فعشان كده هخش في كورس ايه، هنخش بعد ما نعرف نخلص المشروع من البدايه دوت، عشان خاطر نبقى ماشيين عارفين البروجكت ماشي ازاي، هنخش على كورس عن اللينير الجبر او الجبر الخطي، عشان ما تقعدش بقى واحنا ماشيين او حد يجي يكلمك ويقول لك ايه ده الماشين ليرنينج محتاج رياضه او كلام من ده، لا عادي مفيش مشاكل. طب ما احنا نعرفك يعني نعمل لك يعني ايه دوره كده معرفك فيها الحاجات الاساسيه في الرياضه اللي هي في الجبر الخطي، اللي هو لما بنيجي نتعامل في الماشين ليرنينج احنا محتاجينه، عشان خاطر تبقى انت فاهم الكود. لما انا اجي اقول لك مثلا بعد كده في ريسيرش بيبر عايزك تقراها، اعديها لك احط لك مثلا في الديسكريبشن ولا حاجه تقراها،
يبقى انت فاهم الكلام ده مكتوب ازاي، يبقى انت فاهم يعني في يوم من الايام ممكن ربنا يكرمك وتقدر تطور كمان حاجات ازيد من اللي موجود، ويبقى لنا ان شاء الله بصمه في الموضوع في المجال، مش لازم بس نكون بنستعمل كده وخلاص. هو مش عيب ان احنا نكون بنستعمل، يعني احنا بنستعمل وبنقدم يعني فاليو، بنقدم فاليو او يعني بنعمل شغل محترم، مفيش اي مشاكل. لكن كل ما برضه يبقى عندنا معلومات اكتر ونكون بنعرف عندنا الحس او يعني الخبره ان احنا نعرف نقرا مثلا ريسيرش بيبر، او في يوم من الايام نعرف نقدم حاجه تانيه كمان زياده، ده يبقى كل ده احسن باذن الله. فان شاء الله يبقى فيه كورس عن الجبر الخطي، او زي ما قلت لك هيبقى اسمه ايه، اللينير الجبرا. بعد كده نخش على جزء برضه تبع الرياضه، هو الاحصاء والاستاتستكس والكلام ده كله، اللي هو الجزء بتاع الاستاتستكس. استاتستكس تمام، ومهم جدا ان احنا نعرف حاجات كده، كونسبتس كتير قوي في موضوع الاستاتستكس ديت. يعني الواحد سبحان الله ما كنتش، حتى لما انا درست رياضه انا كنت علم رياضه مهندس بقى وكده تمام، فلما درسنا رياضه ما كنتش بنهتم بالجزء بتاع الاحصاء ده خالص، وكان بيبقى حاجه كده ايه بالنسبه لنا كده بتضاف للمجموع وخلاص، يعني مش بتضاف للمجموع اقصد وخلاص، فاللي هو انت كنت جايب في درجه حلوه يعني الحمد لله كل حاجه، بس ما كانتش بتشغلني يعني. بس انت لما دخلت بقى التراك بتاع ماشين ليرنينج، لقيت ان انت في حاجات كتير قوي لو انت مش عارف الاحصاء انت مش هتعرف تعمل معاها. يعني لما اجي اكلمك مثلا على حاجه مثلا زي ايه، الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله يعني في الدوره، زي البروبابيلتي الاستاتستكس اللي هو الجزء بتاع البوبوليشن والسامبل، الجاوسيان الديستريبيوشنز، مش محتاج انت تكون عارف عن اي حاجه، الكلام ده كله ان شاء الله هيتشرح بس كده. فالحاجات دي كلنا نشرحها واحنا بنتكلم على الاستاتستكس، عشان خاطر احنا لما نيجي نتكلم ونخلص الجزء ده كامل، بعد ما انت تخلص حوار الاستاتستكس وتبقى عارف شويه معلومات كده عن الرياضه وشويه اساسيات بتاعت بايثون ومعلومتين ثلاثه كده عن الماشين ليرنينج، لو انت ضفت عليهم شويه نظري في مجال الداتا ساينس، او بلاش الداتا ساينس، في الداتا اناليسيس، اللي هو ايه حوار انت ازاي مثلا يعني تسال السؤال الصح، تحدد ازاي الكي بي ايز بتاعتك، مش عارف ايه المعلومات اللي انت يعني على اساسها تبدا تشوف البيزنس ده ماشي ازاي والكلام ده كله، دي بعدهم كده مع الاثنين دول مع بعض، البايثون مع معلومات عن الداتا اناليسيس، تعرف تشتغل بهم داتا اناليست. دول كده ممكن اقول لك دول لوحدهم كده تراك من غير ما تكمل الباقي ده كله، مع معلومات بسيطه خالص في الماشين ليرنينج لو عايز، ممكن من غيرها كمان يعني التراك بتاع تقريبا موقع اللي هو زي يوديستي مثلا، بس كده اللي انا قلت لك عليهم دول شويه، قلت لك عليهم دول كده انت كده داتا اناليست خلاص. يعني تشوف يجي لك مثلا بيانات، وتلاقي مثلا يجي لك داتا ست معينه مثلا، وتلاقي بيسالك ايه سؤال اسئله بقى في الداتا ست ده عايزين يعرفوها. الداتا ست مثلا زي ما قلت لك هي عباره عن جداول هنبدا نتكلم عنها قدام يعني، وبيجي لك مثلا اسئله مش عارف مثلا ايه الشهر دوت مع الشهر اللي فات ايه الفرق بينهم، الزياده مثلا كام في الميه، النقص كام في الميه، طب ايه احسن شهر بنبيع فيه، طب مش عارف ايه، كل ده تحليل انت بتخش مع الداتا ست ده، يعني بتخش على الجدول كده تتعامل معاه بايثون بتطلع منه المعلومات دي. كل ده احنا هيبقى اتشرح علينا، هيبقى اتشرح معانا في الجزء اللي لحد دلوقتي كده، فبالتالي ممكن ايه تشوف ساعتها مثلا حاجه تجهز مشاريع مثلا كده، ده انا لسه عادي ما فيش اي مشاكل. دي كده احنا لسه في بدايه الدوره، ما اتكلمناش على اي مبدا من مبادئ الماشين ليرنينج. بعد ما نخلص الجزء بتاع الاحصاء هنبدا بقى نخش على حاجه بعدها اللي هي اسمها ايه، هنخش بقى نتكلم على الناتشرال لانجويج بروسيسنج او الان ال بي. ده هنشوف معاها ازاي بنتعامل مع التكست، نشوف كده مع بايثون واحده واحده كده، نشوف ايه التايبس معينه او المودلز معينه اللي احنا نبدا نستعملها، عشان خاطر نشوف التعامل مع التكست وبالنسبه للماشين ليرنينج والبايثون يعني بشكل عام بيتعاملوا مع بعض ازاي كده، بحيث ازاي تبدا تشوف ازاي بنحلل التكست. لما نيجي نتعامل مع الناتشرال لانجويج بروسيسنج هتلاقينا بنتعلم حاجات مثلا زي الباج اوف ووردز، هتلاقي ما كونسبت اسمه الباج اوف ووردز، هتلاقي عندنا كونسبت ثاني اسمه الوورد تو فيكتور، وورد تو فيكتور تمام، هتلاقي عندنا كونسبت ثالث اسمه مش عارف التي اف اي تي اف، وهشرح لك طبعا كل كونسبت من دول ماشي ازاي. كل دي الطرق ان انت مثلا عندك ايه، ولنفترض ان احنا عندنا بوست معين على الفيس، عندنا مثلا برودكت معين على امازون مثلا، البرودكت دوت في اغلب الكلمات اللي فيه الوصف بتاعه الديسكريبشن، عندنا تايتل للبرودكت، عندنا ديسكريبشن ليه، فعايزين مثلا نحسب نشوف كل تايتل او كل التايتل والديسكريبشن بتاعه، عايزين نحللهم مع بعض، نجمعهم مع بعض كده ونحلله، بحيث ان احنا ايه نشوف ايه السيميلر برودكت ليه، ايه البرودكت التاني اللي ممكن يكون شبهه من الاسم بس والحاجات. يعني تخيل بقى مش هكلمك بقى عن لسه عن الاصناف بتاعته، ان البرودكت كل برودكت مثلا بتحطه لتصنيف معين مثلا في الملابس او كده، لا ده انا بقول لك من الاسم بس هنبدا بنحلله، وهوريك ازاي كمان بتطلع الحاجات اللي شبهه. تخيل ده كله في الجزء بتاع الناتشورال لانجويج بروسيسنج بس اللي هنشرحه في الاول، يعني حتى الان ما اتكلمناش على اي موديل لسه من المودلز اللي هي ايه اللي هي الكبيره بتاعت بقى
بتاعت الماشين ليرنينج اصلا. بعد ما نبقى عرفنا شويه المعلومات بقى الكويسين دولت بقى، احنا كده خلاص عرفنا الحاجات الاساسيه خالص اللي هي ايه، عرفنا لغه برمجه كويس جدا اللي هي البايثون، عرفنا خدنا نظره عامه عن المجال بشكل نظري، وعملنا بروجكت اند تو اند كده على السريع، والدنيا بقت معانا تمام خلاص كده. احنا بقى ايه جاهزين ان احنا خلاص نخش بقى على بروجكت بقى، يعني نبدا بقى نتكلم بقى على التريننج مودلز بقى الاساسيه. هنخش بقى على حاجه اسمها التريننج مودلز، وده اللي هيبقى اغلب الدوره بقى معتمد عليها. التريننج مودلز ده هنتكلم فيها عن ايه بقى؟ دي المودلز الاساسيه خالص اللي انت هتبدا تتعامل معاها وانت بتعمل اي مشروع ماشين ليرنينج. هتقعد فتره كبيره جدا زي ما نشوف بتنظف الداتا بتاعتك، تعمل كليننج للداتا. الكليننج بتاع الداتا دي تقريبا ممكن اقول لك انها من اكتر الحاجات اللي بتاخد وقت شغل منك، لان انت وانت بتعمل مثلا تريننج للموديل، ممكن التريننج بتاع الموديل دوت على حسب الداتا بتاعتك، لو هي كبيره مثلا مليون رو ولا حاجه، ولا 2 3 4 مليون رو، ممكن تاخد منك ايه وقت كبير جدا في البيلدنج بتاع الموديل، مفيش اي مشاكل. لكن انت مش هتبقى شغال ساعتها، انت هتعمل ايه؟ ده هتسيب الموديل يتعمل له بيلد وتروح تشوف مصالحك بقى، وتبقى ترجع له كده عم ما يخلص براحته لو الموديل كبير يعني جامد وكده، لكن مش شغال. اغلب الاوقات اللي انت تبقى فيها محتاج شغل هو الجزء الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول، اللي هو ازاي تعمل كليننج للداتا زي الفل كده. بالنسبه بقى للتريننج موديل اللي احنا نشتغل عليه، هنبدا بقى نشوف. احنا طبعا اتكلمنا، هنبقى قبل كده اتكلمنا على في الحاجات النظري في الاول، على حاجات زي مثلا السوبرفايزد ليرنينج والانسوبرفايزد ليرنينج، تمام. هنبدا بقى نخش على المودلز بتاعتنا بقى ذات نفسها، نشوف كل موديل منهم بيشتغل، المودلز بقى اللي جواهم بتشتغل ازاي. يعني ايه؟ هنبقى لما تعرف الفرق بين السوبرفايز والانسوبرفايز قدام يعني ان شاء الله، هتلاقي ايه انه بيختلفوا عن الحاجه اللي معايا ديت متقسمه ولا مش متقسمه. طب لو مش متقسمه بتعامل معاها ازاي؟ طب فيليبل ولا لا؟ الكلام ده كله هنعرف عنه ان شاء الله قدام كل التفاصيل بتاعته. يعني هنبدا بقى في الحاله اللي زي ديت نخش على المودلز. المودلز بتاعتنا اللي هي زي ايه؟ بص يا سيدي، هتلاقينا بنتكلم مثلا حاجه زي اللينير ريجريشن، هنتكلم عن حاجه مثلا زي اللوجيستيك ريجريشن. طبعا اللينير ريجريشن او اللي هو البولينوميال ريجريشن وكل الكلام ده هنتكلم عنه يعني بشكل عام، كل الحاجات اللي لها علاقه بالتوبيك هنتكلم عنها. برضه هنتكلم عن حاجه اللي هو الاس في ام او سبورت فيكتور ماشين، سبورت فيكتور ماشينز هو يعني اختصار بتاعه اس في ام، تمام. وده ياخد مننا وقت برضه محترم لان احنا هنشرح فيه كل حاجه بالتفصيل، وزي ما قلت لك هنشرح مش كود بس، هنشرح رياضه. عشان كده احنا شرحنا الجزء الاول، اتكلمنا عن الرياضه في الاول شويه حلوين، ان شاء الله نبقى اتكلمنا عنهم يعني، وشرحنا كورس كامل عن الرياضه، عن الجبر الخطي والحاجات دي، عشان خاطر لما اجي اشرح لك الكونسبت ديت هشرحها لك يعني قدامك كده اكننا ايه معانا كراسه وبنشرح لك الكونسبت ده ماشي ازاي، وبعد كده نشوف التطبيق بتاعه الكود بتاعه. بعد كده هنخش على حاجه اسمها ديسيشن تريز، وطبعا ان شاء الله برضه اشرحها لك يعني كل حاجه فيها باذن الله كامله ان شاء الله. يعني لما نخلص الجزء ده كده كامل ان شاء الله يعني هنخش بعدهم على الانسمبل ليرنينج. يعني ايه الانسمبل؟ انسمبل ليرنينج او الانسمبل موديل، عشان خاطر يكون الموضوع بس ماشي معاك تمام. هي فكره ان انت لما انت مثلا تبدا تشتغل على موديل معين، والموديل ده بيطلع لك كفاءه كويسه تمام، وتجرب الموديل الثاني على نفس الداتا وتطلع مثلا بكفاءه برضو يعني الى حد ما معقول. تخيل بقى انت لو يعني جمعت على نفس الداتا ديت الموديلين يشتغلوا مع بعض، بحيث ان انت تاخد الكفاءه الحلوه من هنا والكفاءه الحلوه من هنا، فتعلي الكفاءه بتاعتك بتاعت الموديل اللي انت شغال عليه. وهي دي فكره الانسمبل، ان انت مش بتشتغل بموديل واحد بس، وطبعا لها اكتر من طريقه مش طريقه واحده، وهنتعلم فيها برضو على توبكس كتير جدا واحنا شغالين في موضوع الانسمبل ليرنينج ده. يعني هتلاقينا بنتكلم فيها عن حاجه اسمها الباجنج، تمام. هتلاقينا بنتكلم فيها عن الراندوم فورست، وطبعا الفورست ديت يعني باين من اسمها كده انها تبقى لها علاقه بايه؟ بالتريس اللي عندنا اللي هنا ديت. هتلاقينا برضو بنتكلم عن البوستنج، هتلاقينا بنتكلم عن الستاكينج. طبعا زي ما قلت لك دي كلها زي طرق بتستعمل فيها ايه؟ بتبقى بتستعمل فيها في الاغلب يعني اكتر من موديل او نفس الموديل متكرر، بحيث ان هو يطلع لك اعلى كفاءه وانت شغال على بروجكت معين. ان شاء الله مش زي ما قلت لك مش محتاج انت تبقى عارف اي حاجه، انا كله هيشرح ان شاء الله من الزيرو. بعد ما خلصنا كل اللي فات دوت، انت عرفت مودلز كتيره جدا ان شاء الله، هتبقى عرفت مودلز كتيره جدا وعرفت ازاي يعني ايه تعمل مودلز قويه.
هتلاقي ان احنا برضه محتاجين نعمل حاجه اسمها ايه، دايمنشناليتي ريدكشن. دايمنشناليتي ريدكشن، والدايمنشناليتي ريدكشن ممكن اشرحها لك في الاول يعني قبل ما اشرح اصلا المودلز، او ممكن اشرحها لك استنش عليها شويه واشرح المودلز الاول وبعد كده اشرح لك الدايمنشناليتي ريدكشن. دي حاجه كويسه جدا جدا جدا، بحيث ان انت ايه يعني تشوف انت عندك الفيتشرز الموجوده في الداتا بتاعتك. لما نيجي نتكلم قدام يعني هتلاقي عندك فيتشرز كتير جدا جدا جدا، يعني ايه حاجات خصائص موجوده انت مثلا بتحدد من على اساسها، بتبريدكت سعر معين، بتشوف مثلا بتريكومند حاجه، الخصائص اللي معاك يعني في الداتا ازاي بقى بتقللها لعدد معين. الداتا الحاجات ديت هي اهم الفيتشرز اللي عندك، اللي انت ممكن تخف بقى الضغط شويه على الموديل بتاعك، بدل مثلا ما انت عندك ايه بالذات مع التكست. يعني التكست مثلا انت تلاقي نفسك بتتعامل كل يعني بوست مثلا في 30 40 كلمه، اي بوست مثلا لو انت خدنا بوست مع الفيس عشوائي مثلا في 30 40 كلمه، البوست الثاني مختلف في 30 40 كلمه غيره. ممكن تلاقي ان انت مثلا بتحلل 100 بوست مثلا بس دخلت في 10000 كلمه ولا حاجه كده، اللي هو ايه يعني رقم 1000 كلمه مختلفين ولا مش عارف ايه في بوست بس. طب انت دلوقتي عايز تبدا تقلل الدايمنشن دي شويه، بحيث ان انت يبقى الموديل بتاعك قوي وفي نفس الوقت معتمد على بارامترز اقل. هنشوف برضو الكلام ده كله ان شاء الله في الدايمنشناليتي ريدكشن ان شاء الله. يعني بالنسبه للدايمنشناليتي ريدكشن هتلاقينا بنتكلم فيها عن توبكس زي البي سي اي او البرنسبل كومبوننت اناليسيس، وهتلاقينا بنستعمل برضو حاجه ثانيه مثلا زي نتكلم عن توبك ثاني اسمه تي اس ان اي، دي كان تي ديستريبيوتد ستوكستيك مش عارف ايه كده نيبرنج امبيدنج تقريبا، يعني فاهم انت هتلاقي اسم كده طويل شويه، هنبدا برضو ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل كل حاجه فيها ان شاء الله واحنا ماشيين بالتفصيل. واخد لك الاثنين دول مع بعض كده واطبقهم لك على داتا سيت اسمها المينس داتا سيت. تمام، ديت من الداتا سيت المشهوره جدا اللي انت لو انت دخلت في اي كورس تعلم ماشين ليرنينج هتلاقيها موجوده، بيشرح لك على الداتا سيت ديت هي عباره عن صور. تمام، وهنشوف ازاي بنحولها لبيكسلز وبنتعامل مع كل بيكسل لوحده والكلام ده كله. فان شاء الله اطبق لك الكلام التوبكس اللي احنا اتكلمنا عنها هنا ديت ان شاء الله على الداتا سيت دي، ويبقى كده ايه اتكلمنا على الدايمنشناليتي ريدكشن بشكل تفصيلي ان شاء الله في الدوره. بعد كده نتكلم على حاجه زي الكلاسترنج ان شاء الله. يعني كلاسترنج، الكلاسترنج دوت هنشوف ازاي مثلا لو عندنا حاجات، يعني مثلا ايه لو انت افترض مثلا انت عندك توبيك معين داتا سيت معين اقصد كده ولا حاجه، الداتا سيت ديت فيها ايه فيها كذا ايتم، والايتم دي انت عايز تصنفهم مع بعض كل مجموعه مع بعض كده تحط في كلاستر. يعني مثلا تقول الكلاستر دوت الفئه المعينه بتاع الفئه المعينه مثلا ممكن تشتري الكلاستر ده، المنتجات مثلا اللي فيه تيشيرت الفلاني مش عارف ايه وهكذا، وجزء تاني من الكلاستر ده لفئه تانيه مثلا. يعني عايز تقسم اصلا ممكن تكون بتقسم يعني ايه الناس ذات نفسهم، الناس اللي عندك دولت لو انت جيت تشوف تصنيف الناس، الناس كلها مثلا كاراء سياسيه، مش اراء مش شبه بعض في الاراء السياسيه مثلا، مش شبه بعض في التحليل بتاع الكوره مش عارف ايه. فانت بتحاول السيستم يعني بتحاول تعمل سيستم يصنف الناس دي كل فئه او كل مجموعه منهم تبقى في كلاستر معينه، وبالتالي مثلا ترشح لهم حاجه، تظبط لهم حاجه معينه وهكذا. دي حاجه اسمها ايه كلاسترنج، هنتكلم عنها برضو ان شاء الله بالتفصيل ونشوف ايه اهم المودلز اللي بتشتغل مع موضوع الفئه بتاعت الكلاسترنج يعني، والفئه الشغل بتاع الانسوبرفايزد ليرنينج بشكل عام. لحد هنا هنكون احنا عرفنا بقى ايه اغلب التريننج مودلز اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي احنا قلنا عنها التوبكس بس العناوين بتاعتها في الفيديوهات ديت، هنكون عرفنا اغلب التريننج مودلز وعرفنا ازاي نعمل يعني ايه حاجات قويه، مودلز قويه باستعمال كمان الحاجات اللي هي الانسمبل اللي هي ازاي تستعمل اكتر من موديل في بروجكت واحد والكلام ده كله. ففي الحاله زي ده هنعمل ايه؟ في الحاله زي دي بقى هنبدا نشتغل على ريال وورلد بروجكتس، يعني مشاريع حقيقيه موجوده مثلا كانت مسابقات اونلاين على مواقع، ونشوف المواقع المشهوره اللي بتعمل المسابقات ديت، نخش نشوف المسابقات دي، المسابقات ديت الهدف منها ايه؟ ان انت تبني البروجكت البورتفوليو بتاعك، تشوف المشاريع بتاعتك اللي انت ممكن تعملها باستعمال ماشين ليرنينج. فهنتكلم ان شاء الله عن مشاريع يعني عن بروجكتس حقيقيه، بروجكتس كبيره مش بروجكتس صغيره، هنبدا بالصغير واحده واحده كده نكبر، تلاقي مثلا معانا بروجكت مثلا بنحلل فيه 6 مليون رو ولا حاجه، يعني مثلا 5 مليون 6 مليون رو اللي هو ايه؟ الموضوع هيبقى الحاجات كبيره بتاخد مننا وقت كمان، انت ممكن مثلا تسيب الموديل يشتغل على الجهاز يشتغل كده يبيلد الموديل معاك وتقوم تعمل اللي انت عاوزه وتريح وتيجي والموديل لسه شغال بيبيلد، يعني مفيش اي مشاكل، لان احنا بنشتغل على مشروع كبير مش مشروع صغير اللي انت تقول ايه انا عملت مشروع عملت 100 مشروع والكلام ده، كل المشاريع اصلا صغيره ما تستاهلش ان انت يعني كلها شبه بعضها وكلام من ده، لا احنا عايزين نعمل مشاريع مختلفه
على توبكس مختلفه، وتوبكس لها علاقه بارض الواقع تعرف تشتغل بيها ان شاء الله يعني اونلاين، يعني في شركات، او تعرف تعمل بقى بروجكت لنفسك وتشتغل ان شاء الله يعني. فكده بتلحق بالجزء دوت اللي احنا كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده، جزء حاجه اللي هو ايه، كل الاساسيات بتاعت الماشين ليرنينج. لو انت وصلت الموضوع ده ان شاء الله من الكورس، ممكن تقول على نفسك ماشين ليرنينج انجينير مرتاح يعني، انت خلاص كده. بس ممكن تبقى محتاج بس تعرف كمان شويه عن الديبلويمنت، ازاي بقى ترفع المشاريع بتاعتك دي انها تشتغل اونلاين. انت لو عرفت بقى الجزء بتاع الديبلويمنت، مع الديبلويمنت ده جزء كبير اللي هو ازاي ترفع بقى المشروع بتاعك ان هو يبدا يشتغل في البرودكشن، خلاص بقى نعمله تيست وكل حاجه ويطلع نرفعه عشان يشتغل على المواقع والكلام ده كله، ف انت كده خلاص الى حد ما ما عدتش محتاج ان انت تقول ان انا محتاج اتعلم حاجه لها علاقه بالماشين ليرنينج قوي، قد بقى فكره ان انت تقعد تقرا بقى ريسيرش بيبر كده وانت قاعد فاضي، تشوف مشاريع، تشوف الراجل ده فكر ازاي، تخش على الموقع مثلا تشوف احسن الفئه اللي كسبت مثلا الكونتست ده مثلا، لو على موقع زي كاجل مثلا، هخش لك يعني في التفاصيل واوريك المواقع اللي زي ديت، واحنا ماشيين واحده واحده كده. فباذن الله تكون عرفت كل حاجه عن الماشين ليرنينج. هل في حاجات تانية ما اتعرفتش؟ بنسبة كبيرة أكيد هيبقى في حاجات تانية ما هو ما اتكلمناش عنها، بس إيه، هنخش بقى في توبيك مثلا زي الديب ليرنينج بعد كده. بس طبعا إيه، مش هخش لك في الديب ليرنينج غير لما نكون خلصنا الماشين ليرنينج وعملنا مشاريع كاملة بالماشين ليرنينج، مشاريع كاملة زي ما قلت لك، مش مشاريع بسيطة. بس كده، ده اللي أنا كل اللي أنا عايزك تبقى عارفه عن محتويات الدورة. محتويات الدورة هتبقى كبيرة جدا جدا جدا، ما تستناش إن أنت تبقى عامل حسابك إن أنا هبقى ماشين ليرنينج انجينير في شهر او اتنين بس كده ولا حاجه يعني، اقول شهرين وابقى ماشين ليرنينج انجينير. لا، ده تراك كبير يعني، مش حاجه صغيره. انت مثلا بتشتغل بقى في دي من اكبر يعني اكبر الشغلانات او الوظائف المطلوبه في الان الوقت يعني في العالم، هي الماشين ليرنينج انجينير. فما تتوقعش ان انت في يوم وليله هتكون اتعلمت الكلام ده. انا عارف طبعا الفيديو ده كان طويل يعني، انت لو وصلت المرحله دي في الفيديو ده انت كده تبقى انسان عظيم يعني، تمام. بس كده، فمش هستنى منك بقى هنا في الوقت دوت غير اللايك الجميل والدعوه الحلوه طبعا. ولو عندك اي استفسار، مش عايزك تستفسر في اي حاجه في الكونتنت لان ده كله هيتشرح من الزيرو. اللي انا عايزك تستفسر عنه لو يعني ايه حاجه انا قلت عنها مثلا وما جاتش قدام في الكورس، او مثلا حاجه زي الفيسبوك جروب مثلا انا هتكلم عنه ان شاء الله في فيديو برده موجود النهارده هينزل النهارده، حاجه مثلا زي برنامج ما اشتغلش معاك لما اوريك الانستليشن، تكتب لي في كومنت تحت في الفيديو بتاع البرنامج ايه المشكله اللي عندك، او تكتب لي في بوست على الفيس عشان خاطر يبقى الكلام كله واضح للناس يعني باذن الله. بس كده، انا عارف طبعا ان انا طولت عليكم، بس ان شاء الله يعني ايه نحاول نظبط بعد كده الوقت عشان خاطر يبقى الفيديو لحد ما برضه معقول. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.